بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الواحد الأحد الفرد الصمد، والصلاة والسلام على المصطفى العدنان، خير خلق الله وسيد الأولين والآخرين، محمد صلى الله عليه وسلم. الأخوات والإخوة، قيادة وكوادر حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، الأخوات والأخوة، الوجهاء وممثلو القوى الوطنية والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني، الأخوات والأخوة، أهالي الطلبة المتفوقين، الأحبة، فرسان هذا الاحتفال متفوقو قطاع غزة في الثانوية العامة، أيها الأحرار في غزة العظيمة، غزة العظيمة بنضالاتها المريرة وتضحياتها الجسام، غزة التي كانت ولا تزال أيقونة عز وفخر وكرامة، غزة التي تأبى الانكسار أمام الحصار والانقسام البغيض والعقوبات الجائرة. أيها الفلسطينيون الذين ملأوا الأرض عمراناً وعلماً ونبوغاً وإبداع، يا من جعلتم من العلم سلاحاً وحيداً تخوضون به مشروع التحرر من الاحتلال والظلم والقهر، بعد أن ذاق شعبنا كل مرارات الدنيا وبقي ثابتاً على المبدأ وضحى بكل غال ونفيس من أجل لحظة عتاق وحرية. يتوج حفلنا اليوم رحلة تميز وصمود وكفاح وعمل، ومشوار إبداع وعلم، ومسيرة تفوق يكرر بها خريجو الثانوية العامة جهدهم بعد سنوات من الجد والاجتهاد والمثابرة. ووفاءً لهذا التميز تكرم حركة الشبيبة الفتحاوية كوكبةً من الطلبة الذين أبدعوا بحصولهم على مراتب ودرجات أبهرت شعبهم وأولياء أمورهم، الذين يحق لهم أن يفخروا بعظيم ما وصل إليه أبناؤهم من تميز وجدارة. هذا الاحتفال الذي يزدان برعاية كريمة من القائد الوطني والفتحاوي الكبير محمد دحلان أبو فادي. ولأننا في حضرتهم، أدعوكم جميعاً لاستقبال الطلبة المتفوقين مع بدء مراسم التفويج. تفويج المتفوقين الذين أبوا إلا أن يمنحونا مساحات للفرح رغم القهر ورغم الظلم ورغم الحصار ورغم الوباء والعدوان. هنا نبني لعودتنا جسورا من الكلمات ننثرها، نحملها أمانينا، وشوق كاد يبلينا إلى الأقصى
حيفا إلى حيفا إلى سلوان والضفة، نطوق بعدها غزة لنلثم أرضها عشقا، ففيها يكمن الدر ومنها ينبت الزهر. الذين تآمرت عليهم الظروف وحاصرت أحلامهم، لكنهم تحدوا الصعاب وتخطوا المؤامرة واجتازوا السبيل ليصعدوا منصة التكريم، رغم أنف كل الظروف المستحيلة، وأصروا على تحقيق الحلم، هذا الحلم الذي بات اليوم حقيقة، يمشي على بساط أحمر، يرتدي ثوب التميز، ينتظر هذه المنصة بكل شغف وحنين. إن هذا الحفل ما كان لولاكم، فافتحوا للفرح قلوبكم لنحتفي بالفائزين، فدعونا نستقبلهم بالتصفيق والزغاريد وعلى ألحان الناجحين. بسم الله نفتتح فقرات مهرجان التكريم.
لنحتفي بطلابنا وطالباتنا المتفوقين. إن خير ما نستهل به حفلنا هذا آيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشاب محمد عبد الله الشريف. وإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. أدعوكم للوقوف وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء شعبنا الأبرار. أبناؤنا وأحبتنا المتفوقين، تحية لكم، تحية لكم، وأنتم تعيدون للبوصلة وجهتها، وللقضية هيبتها، ولفلسطين حريتها. نكرمكم اليوم، نكرمكم اليوم، ونحن نعتز ونفتخر بأن تحتضن الشبيبة الفتحاوية، بأن تحتضن الشبيبة الفتحاوية هذا الفوج الكبير، فوج المستقبل. ونعاهدكم، ونعاهدكم بأن تبقى الشبيبة التي أسسها الراحل، التي أسسها الشهيد الراحل الرئيس ياسر عرفات أبو عمر، وفيةً وإلى جانب طلابنا وأبنائنا وصولاً إلى بر الأمان. ونقول للروح الطاهرة في عليين، ونقول للروح الطاهرة في عليين: نم قرير العين سيدي فقد أثمر زرعك، نم قرير العين سيدي فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء. ومن هنا نقول لكم: سيروا، فالرهان عليكم كبير، والله إن الرهان عليكم كبير. ونقول بدون مواربة أو تردد: والله لو قدر فلسطين أن يرفع الطامعون أيديهم عنها لوجدنا من هؤلاء العلماء والخبراء ورواد الفضاء. ولكننا نعلم أنكم تستحقون، ستحققون الأمل والتطلعات، فلقد حققتم إنجازاً تستحقونه بعظيم اجتهادكم وتعبكم، وخطوة أولى خطواتكم نحو المستقبل، وخطوتم أولى خطواتكم نحو المستقبل، وهو أمر يلقي عليكم عبئاً إضافياً بأن تكملوا ما بدأتموه بمزيداً من المثابرة والبذل، محاطين بقيم راسخة ومعايير أخلاقية سامية. إن حركة الشبيبة الفتحاوية في ساحة غزة إذ تشيد بدور جامعاتنا وكلياتنا ومعاهدنا في بناء الأجيال، وتنظر بفخر إلى مؤسساتنا التعليمية العليا، فإننا نهيب بهم ونرجو منهم أن يمارسوا دوراً إيجابياً في تسهيل حياة الطالب الجامعية، وخاصة فيما يتعلق بالرسوم الجامعية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها شعبنا. ولأن الجامعات منابع للفعل الوطني الخلاق، ومنها انطلقت الثورة، وبها يرتقي المجتمع. لذا فإن الأمل بهم كبير في أن تتاح الفرصة لكل طلبتنا في الحصول على حقهم في التعليم الجامعي دون أن تعترض مسيرتهم عقبة الرسوم الدراسية. وفي الختام نبرك بتحيتنا العطرة لأرواح شهدائنا الأكرم منا جميعاً، ولأسرانا البواسل خلف قضبان الاحتلال، وأمنياتنا بالشفاء العاجل لجرحانا الأبطال. وإنها لثورة حتى النصر،
حتى النصر، حتى النصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المتدفق إشعاعاً ينير درب حياته وحياة الآخرين، سيكون بتوفيق الله عماداً من أعمدة هذا الوطن الراسخة في ثبات. كلمة الطلبة المتفوقين تلقيها الطالبة المتفوقة شذا علاء الشيخ علي. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. الأخوة والأخوات، قيادات وكوادر حركة فتح مساحة غزة، الأخوة والأخوات كوادر وأعضاء حركة الشبيبة الفتحاوية، أولياء أمورنا وتيجان رؤوسنا من الآباء والأمهات، الأخوة والأخوات متفوقو الثانوية العامة
من حاولوا اليوم أن يرسموا هذه اللوحة الفلسطينية احتفاءً بالإنجاز دون عصبية حزبية أو اكتراث باشتراطات الواقع السياسي المنقسم، فالتفوق هو التفوق والتكريم هو التكريم لكل من يستحقه، وهي ميزة تجعلنا ننحني تقديراً للجهود التي تبذلها حركة الشبيبة الفتحاوية في سبيل تعزيز الطالب المتفوق وتكريمه. تحية إجلال وإكبار لأرواح شهداء شعبنا، وعلى رأسهم زملاء لنا تقدموا لامتحانات الثانوية العامة هذا العام، لكنهم سبقونا بشهادة هي عند الله أوثق، فكان الفردوس هو منصة التكريم لجهدهم وعرقهم ودمائهم الزكية. هنيئاً للمتفوقين تفوقهم، وهنيئاً لأولياء الأمور اجتهاد أبنائهم وتميزهم، وأمنياتنا لهم بمستقبل واعد في ظل دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة حركة فتح في ساحة غزة يلقيها الأخ المناضل جمال أبو حبل، نائب أمين سر الهيئة السياسية لحركة فتح في ساحة غزة. أولاً نرجو الشفاء التام للأخ سفيان أبو زايد أمين سر الهيئة السياسية. ثانياً نقول ما قاله القائد أبو علي شهير رحمه الله: إذا قدر لحركة الشبيبة أن تنمو وتترعرع فهي أقصر الطرق لاجتثاث الاحتلال. رحمك الله يا أبا علي. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوات والإخوة نواب كتلة فتح البرلمانية، إخواني وأخواتي قيادة وكوادر حركة فتح في ساحة غزة، السادة الوجهاء والمخاتير والقامات المجتمعية الكرام، أبنائي وبناتي الطلبة المتفوقين وعائلاتهم الكريمة، الحضور الكريم كل باسمه ولقبه، اسمحوا لي في بداية كلماتي أن أنقل لكم تحيات المناضل الوطني الكبير محمد دحلان قائد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، وتحيات قيادة التيار وكوادره في الوطن والشتات. نجتمع اليوم تحت عنوان التفوق والنبوغ لنحتفي بأبنائنا وبناتنا الذين اجتهدوا وثابروا وواصلوا الليل بالنهار في سبيل تحقيق أعلى الدرجات، على الرغم من الظروف الكارثية التي يعيشها قطاعنا المحاصر بثالوث الاحتلال والانقسام والعقوبات الجائرة التي تفرضها المقاطعة على أهلنا البسطاء في غزة الحبيبة الصابرة المرابطة. فقد حرم أبناؤنا من كل سبب للنجاح إلا من العزيمة والإصرار وروح التحدي، فكان لهم ما أرادوا بفضل الله تعالى، فانتصروا وحققوا أحلامهم على أعلى الدرجات. إننا في حركة فتح بساحة غزة
إذ نتوقف بكبرياء وفخر أمام عظيم من صنعته أيدي. نبدأ بهؤلاء الوطن الذين استحقوا بشدارة أن تكتب أسماؤهم في سجلات الشرف التعليمي على مستوى الوطن. كلكم تستحقون ودائما كنتم في المقدمة. ونبدأ مع الطالب سلمان أحمد سليمان أبو جريبان. Hola, hola.